الفن بدأت من العائلة، كبرت في جو عائلي تاع فنانين يحبوا الفن ويقدروا الفن. لو نروحوا لي طبعا البدايات دائما ما تكون محفوفة بالأشواك، محفوفة بصعوبات، فما هي أبرز صعوبات اللي واجهتيها حتى توصل هذه المرحلة اللي نشوفوا فيها اليوم هذه الرسمات الجميلة؟ يعني كي تكون عندك لامع كيما نقولوا في الديسان تعاونك بزاف في تصميم الأزياء. دولي الحمد لله يعني لقي روحي في التخصصات بوكل، لقيت صعوبة واش من تخصص لازم ندير، ومن بعد قررت ودرت الحمد لله، وكان عدد المشاركين لا بأس به، وبفضل الله سبحانه اجتزتها وكنت من الأوائل، وهذا شيء مفرح لي الحمد لله. طبعا قراءتك والاسم أصلا انت اللوحة تبقى عبارة عن رسالة طبعاً. وانت مسؤول على واش تحكي، مش مسؤول على أفكار الآخرين طبعاً. وطبعا الإنسان يكون متمسك بالله سبحانه، وإن لزم الأمر أنك تخلق الساعة 25 في التوقيت والأسبوع ساعتك تخلق فيها اليوم الثاني. أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدأ، حبك في سلطان جسدي أعزك يا عين وحدا، مثل النحلة اللي تسعدي ابني شهدة فوق شهدة، يا محمد يا سيدي صلى الله عليه. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد وموعد متجدد من برنامج ما يقال. في هذا العدد من برنامج ما يقال كما تشاهدون على الصورة نتواجد رفقة هذه اللوحات الفنية الجميلة. رسمة هذه اللوحات هي الفنانة التشكيلية رميساء مرابط اللي حين تعرفوا ليها في هذا العدد. مساء الخير وأهلا بك. مساء النور، أهلا معك الفنانة التشكيلية مرابط رميساء من قسنطينة، متخرجة من مدرسة الفنون التشكيلية والجميلة في قسنطينة، بتخصص ديزاين جرافيك كوميونيكاسيون دي ديزاين الحمد لله. نعم، إذا رميسة لو نروح دائما انطلاقتكم من البدايات، فمتى كانت بدايتك مع الرسم يعني تحديدا، ثم نروح للاحتراف، فالبداية كيف كانت؟ بدايتي في الفن بدأت من العائلة، كبرت في جو عائلي تاع فنانين يحبوا الفن ويقدروا الفن، وساعدني هذا الشيء أني نقدم في الإبداع تاعي وننمي الموهبة. يعني من صغري وانا نرسم. رسمتي من قبل، وش كان الرسومات الاولى تاعك هكذا، خربشاتك الاولى؟ طبعا طبعا خربشاتي الاولى كانت رسوم متحركه، شخصيات نحبوها في رسوم متحركه، وكان عندي ميول بما انه الوالده خياطه، كنت ندير تصاميم تاع البسه هكا، وهي الوالده تجسدهم لي في الدمى، ثم تخيط لي الالبسه الدمى تاعي. ومام كنت ثانية في المتوسطة، نشكر الأستاذ تاعي تاع الرسم نوجه له تحية، رحموني كمال، الله يبارك، يعني دعمني وقدم لي فرصة لا تعوض. نتذكر كانت سنة 2011، عطاني فرصة شاركت في معرض يوم العلم، وولتم حبيت صح أني هذه هي مسيرتي. نعم، هذيك هي يعني الوجهة. تم كان الاختيار الاول تاعك اللي هو الفنان، اول نعم هو فنان استاذ الرسم كمال رحموني اللي نحييه طبعا، وكانت رسمتك متعلقه بحدث وطني اللي هو يوم العلم. يوم العلم، يوم العلم. والرسمه عباره كانت عده رسومات، ومن بينهم رسمه اللي لقات بزاف اعجاب وصداره، هي عباره عن شموع ذائبه على طاوله تشكل كلمه علم. جميل، وهنا كانت الانطلاقة الرسمية تقريبا في عالم الرسم والفن، طبعا الفنون التشكيلية. لو نروحوا لي طبعا البدايات دائما ما تكون محفوفة بالأشواك، محفوفة بصعوبات، فما هي أبرز صعوبات اللي واجهتيها حتى توصل هذه المرحلة اللي نشوفوا فيها اليوم هذه الرسمات الجميلة؟ اولا انا توقفت عن الدراسه في سنه اولى ثانوي لظروف كانت عاكسه،
وبالرغم من هذه انا وصلت المشوار تاعي، ما كانش توقفي في هذه، كملت الدراسة عن بعد، وفي نفس الوقت درت بزاف تخصصات كبائعة في صيدلية، إعلام آلي، خياطة تقليدية، تصميم أزياء، تسويق، يعني الحمد لله ما توقفتش. نعم، انا حبيت نستوقفك في واحد النقطه اللي هي بائعه في الفارماسي. كانت اثر حادثه صارت معك، احكي لنا هذه الطرفه. الحادثة كانت أني كنت مريضة بالفقر الدم، اي وبدل ما يعطوني برودوي زانيت خا عطوني زانيت ديف. اي التم من الخطأ هذا خلقت تحدي، اي مع أني ما كنتش خلاص عندي من الصغر يعني مش هدف، المجال تاعك مش مجالي نهائيا، ولكن خلقت تحدي بيني بين نفسي تاع لازمني نشوف ثغرة وين نقدر نتثقف في الدواء باش ما يزيدوش يصراو لي الأخطاء هذه. جميل. وحتى لو نشوفوا يعني لما تكلمنا في الكواليس تكلمتيني على نقطة اللي كانت تاني تجذب انتباهك وكنت تمارسيها، اللي هي تصميم الأزياء، وعندها علاقة وطيدة مع الرسم والفنون التشكيلية. أكيد، لأنه في تصميم الأزياء الإنسان نحتاج الالوان، نحتاج نعرف القماش المادة تاعو كيفاش تكون شكله، كيفاش يكون في التموجات. هي يعطيك الصحة، شغل تساعدك الرسم تمام، شكل الجسم سواء انت المرأة او الرجل الطفل يختلف من هذا لهذا، يعني كي تكون عندك لامع كما نقولوا في الديسان تعاونك بزاف في تصميم الازياء. وهنا طبعا تصميم الازياء جاء طبعا اعطاك هذيك العزيمه انك تدخلي عالم الاحتراف، وانا نتكلم على المدرسه الجهويه للفنون التشكيليه. الفنون كما قلت لك من الصغر مشيت لي في الدم، وقلت لازم هذه الموهبه لازمها تتصقل، يعني مش حتروح في الخساره، لان لازم الانسان تعرف ضوابطها. اكيد، هو كاين فرق بين انك تكون عصامي كما نقولوا رسام ترسم عن موهبة وخلاص، وفرق بين أنك ترسمها عن دراسة، صحيح، على أنك تعرف وين لازم هذه تتحط، هذه وين لازم تكون، تعرف وين تفرق بين المجالات، بين المدارس، بين كما نقولوا لي تكنيك، كاين فرق، كاين فرق. شحال استغرقت الرحلة تاعك في المدرسة الجهوية للفنون الجميلة؟ كانت مدة تكويني 4 سنوات، السنتين الأولى هي جذع مشترك، ومن بعد السنة الثالثة نخيروا التخصص تاعنا، والسنة الرابعة فيها لقيت صعوبة أني نختار التخصص، لأني الحمد لله والأساتذة تاعي شهدوا لي الحمد لله، يعني لقيت روحي في التخصصات بكل، لقيت صعوبة واش من تخصص لازم ندير. نعم. ومن بعد قررت ودرت كوميونيكاسيون دو ديزاين. جميل. وحتى يعني قبل دخولك لهذا المدرسه كانت عندك تجربه اخرى، واللي هي كاستاذه متطوعه في الرسم في ثانويه او متوسطه متوسطه بوخش عمار. هي متوسطتي اللي قريت فيها بعد، وحسيت انه الفرصه اللي خديتها وانا صغيره فيها في 2011 باش درت هذاك المعرض وحبوا يعطيوني دعم انه لازم نكمل في الموهبه تاعي، لما لا، كان مش متوفر استاذ في هذيك السنه تاع الفنون التشكيليه، وكما نعرفوا انه كانت مجمده النشاطات بسبب كوفيد. لا 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 لا، كانت مجمده كما نقولوا لي بوست تاع الاستقالات تاع الاستاذ تاع الرسم في المؤسسات، وكانوا راح يجوزوا هذاك العام كما نقولوا اجتياز اختبار الرسم فنون تشكيليه في شهاده المتوسط. قلت عليه لا لا، ما نرد لهمش الخير تاعهم ولو بسيط. تقدمت تطوعت وقريت التلاميذ تاعي، نوجه تحيه للتلاميذ تاعي. ايوه، فرحانه بهم بزاف صراحه، انهم اختاروا، خليتهم يعرفوا انهم هذيك الموهبه لازمها صح تتسقل. كانت مخبيه هكا شعله مطفيه هكا الداخل وما خرجوها، الحمد لله عاونتهم ربي يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. لو روحوا رميسة لنقطه اخرى، واللي هي دخولك ولوجك لعالم الفن عن طريق المدرسه الجهويه للفنون التشكيليه، كان طبعا عن طريق مسابقه انتقائيه.
فكيف جرت تلك المسابقة؟ هي مسابقة في الرسم والتلوين والثقافة العامة، كان عدد لا بأس به من المشاركين، والحمد لله جتست وكنت من الأوائل وتم قبولي في المدرسة الجهوية. إذن في رحلتك اللي كانت بالمدرسة الجهوية للفنون التشكيلية، طبعا صادفتي أناس عونوك في رحلتك، شكون هو أهم شخص عاونك في الرحلة هذه؟ أولا نوجه له تحية مسبقا، تحية كبيرة الأستاذ محي الدين سفيان اللي كان أكبر داعم لي في المؤسسة، والأساتذة طبعا نشكرهم على المجهودات اللي قدموها وش تعلمنا منهم بكل بارك الله فيهم. يعطيهم الصحة أكيد. نروحوا من بين النقاط أيضا اللي كانت هي رحلتك في عرض أهم الأعمال تاعك، فما هي أهم المشاركات اللي شاركتي بها؟ هي كان مشاركات عديدة، من أهمها مع جمعية ميسم، نقدم لهم تحية، هما فئة شبانية طلبة فنانين ما شاء الله، نتمنى لهم مشوار مليح، ربي يوفقهم إن شاء الله مع إنجازات كبيرة. عندي ثاني مشاركة في جداريات في الشان، كانت ورشة قائمة في ملك حداد بإشراف من الأستاذ محي الدين سفيان وفيلالي ثانية، نوجه لهم تحية وشكرا على المجهودات تاعهم. اللي اللوحات حاليا معلقة في بالحاج في موقف الحافلات، وكانت أعمال ما شاء الله. الحمد لله، ولها أثر أيضا على المدينة تاع قسنطينة. أكيد مدت منظر جمالي، وهذا هو الهدف تاعنا من الفنون التشكيلية الجميلة. لو نروحوا لنقطة أخرى واللي هي اللوحات اللي حاضرين معنا هنا، اللوحة اللي راهي بالجنب تاعي اسمها توحيد، وسبب التسمية هو؟ أصل تسمية لوحة توحيد هي كان موقف عشته في شهر التراث في مشاركتي بقصر أحمد الحاج أحمد باي، كانت فئة قدمت رأيها بطريقة غير لائقة متعصبة. نعم، وكان لازم طبعا يأتي الرد مني بطريقة مؤدبة. ردي كان عبارة عن لوحة، هو المشكل كان في الخمسة، الخمسة كما نعرفوا وش المعنى تاعها في المجتمع تاعنا وكامل ما يحبوهاش، فقدمت لوحة هي إسلامية، درت فيها زخرفة إسلامية، ودرت كما راك تشوف تقنية القص واللصق كولاج، نجمة ثمانية اللي هي إسلامية محضة، وحروف عربية اللي هي لغة القرآن إسلامية، وطبعا الخمسة. لقيت من رأي العام كيفاش تديري فيها إسلامية وفيها الخمسة، لم تناقضها في رأيك. أنا اعتبرت هذيك الخمسة هي أركان الإيمان الخمس والأركان الإسلام الخمس. نعم، وهذه تبقى قراءة وكل واحد عنده القراءة تاعه. طبعا القراءة تاعك والاسم اصلا تاع اللوحة تبقى عبارة عن رسالة طبعا، وانت مسؤول على واش تحكي، مش مسؤول على افكار الاخرين. طبعا بارك الله فيك. اللوحة الاخرى ايضا لها قصة، والقصة تاعها تحكي عن معاناة الشعب الفلسطيني. كما راك تشوف فيها اطفال فلسطينيين راهم يعانيوا، كما البنت تحمل الكتب، محرومين من حق التعليم، مساكن أبسط الأمور في الحياة تاعهم محرومين منها. والمشاركة تاعك وين كانت؟ مشاركتي باللوحة هذه هي أولها كانت في دار الشباب في فيلالي، تم إنجازها بمناسبة فلسطين، دارها على فلسطين، دعماً للقضية الفلسطينية. وأول مشاركة بها هي كانت في شهر التراث مع الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين بالجزائر، نوجه لهم تحية كبيرة ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في مسيرتهم الحياتية والعملية والدراسية، وإن شاء الله طبعا نتمنى فلسطين تتحرر إن شاء الله يا رب، الحرية لإخوتنا في فلسطين. إذن وصلنا لنهاية هذا العدد، فلو نوجه كلمة ختامية للناس يتابع في هذا البورتري. أولا نشكرهم على المشاهدة، وثانيا نوجه لهم رسالة أنه يكون عندك هدف في الحياة كافح 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 للوصول إليه، حتى لو
تكون وش تكون الظروف، لأن الظروف عمرها ما تكون عائق لوصولك لهدفك والمبتغاك. وطبعا الإنسان يكون متمسك بالله سبحانه، وإن لزم الأمر أنك تخلق الساعة 25 في التوقيت والأسبوع تاعك تخلق فيها اليوم الثامن، مهم توصل لهدفك ومهما يكون، لأنه طعم النجاح وطعم الفوز أنك توصل لهدفك لا مثيل له. جميل، وهذا هو روح التحدي اللي تخلي أي إنسان في أي مجال يصل للهدف تاعه. شكرا جزيلا لك رميسة الفنانة اللي صدفناها في هذا العدد من برنامج ما يقال. أكيد موعدنا حيتجدد الأسبوع القادم يوم الأربعاء على الصفحة الرسمية لإذاعة قسنطينة. تقبلوا تحياتي منير بالهولة، إلى اللقاء.